انا بعت احجز اوضتين. باسم مين يا هنم؟ بهيره هانم يوسف. ايوه هانم. ايوه اهلا وسهلا. احنا حجزنا لك اوضتين، واحده على البحر واحده على الجنينه. وصل المدام 75 و77. اهلا وسهلا. ارجوك مش عاوزه حد يعرف اني نازل هنا. امرك يا هانم. لازمك حاجه يا ست؟ لا ميرسي. انا مش فاهمه يا ستي ايه اللي طلع في دماغك اننا نسيب مصر ونيجي على الاقصر هنا على طول. طب انا عاوزه اسيب الدنيا كلها. ايه مش مبسوطة؟ مبسوطة ده انا مبسوطة قوي. لقيت ترجمان يا ستي. يلا بينا. هو فين؟ واقف بره. ده بيتكلم 7 لغات. ما يهمناش الا العربي. اما انا يا ستي موهومة قوي من الفراعنة دول. مش دي بهيرة هانم؟ فين؟ وراك ايه اللي راح تقعد؟ الله وش جاب؟ دي بكرة اللوكاندة تتملي عرسان. بقى دي بهيرة هانم يوسف. مش حلوة بذمتك؟ حلوة صحيح. ايه رأيك؟ أقوم أكلمها لك؟ دي تبقى حاجة لطيفة. الحمد لله على السلامة يا بهيرة هانم. أنتوا وصلتوا بإمتى؟ ممكن اعرف حضرتك تبقى مين؟ انت مش فاكراني؟ انا ابن نجية هانم. نجية هانم مجدي؟ لا لا، نجية هانم اللي كانت شمسيتها جنب شمسيتك في ستانلي. عمري ما رحت ستانلي. انا متاسف قوي. حضرتك مش بهيرة هانم؟ لا انا عشان ارضوني يا مدام. سابع ولا ضابع؟ مش عارف اعمل ايه يا اخي. بتقولي لازم اقابلها اصلا، وانت عارف ان عندي ميعاد مع سلوى. حلال عليك يا عم، اهبي بالك في القفص.